يقول: بعض أئمة المساجد وقبل تكبيرة الإحرام يقول للمأمومين: أرجو إغلاق الجوالات، يقول فهل فعله هذا مشروع؟ إيه نعم، لأن الجوالات تشوش على المصلين، وبعضها موسيقى، المشكلة بعضهم يجيب موسيقى في المسجد مع أنه يشوش على المصلين، يجيب ملاهي معه، لا يجوز هذا، هو على حق اللي يقول أغلق الجوالات. نعم.